اهلا مشاهدي قناه شوف تي في، مساء الخير عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر قلب مدينه بن سيمان. اجواء ليليه مثيره، شوارع مدينه خاويه، كل شيء داخل كيتفرج في قمه باغي سان جيرمان وبرشلونه. البارسا ضد الباري في قمة كروية كبيرة جدا عن دور ربع نهائي تشامبيونز ليغ الأوروبية، كيف ما تكاد كتجمع ما بين الباري والبارسا. ماتش كبير الكل ينتظر ويتابع هذا اللقاء فارغ الصبر، مباراة كبيرة كيف ما تكات مقاهي ديال المدينة عامرة، كل شيء داخل كيتفرج في هذا الماتش الكبير والكبير. بالموازاة كاين ماتش اخر نفس التوقيت ما بين لاتليتيكو دو مدريد اي دورتموند، كارت فينال حتى هو. مي القمة هي ما بين البارسا والباري، قمة القمم ديال دوري أبطال أوروبا. يوم أمس انتهت ما بين سيتيزن غوارديولا وأنشيلوتي، متعة كروية متعة تهديفية 3-3 باش سالات لاماتش وباش سالات القمة الكروية. الأرسنال مع البايرن ميونخ جوج بملعب الإمارات، واليوم كاين جوج ديال الماتشات كبار خصوصا الباري مع البارسا. اذا 0-0 5 دقائق عن بدايه الشوط الاول، و8 دقائق او 9 دقائق عن بدايه الشوط الاول من لاتليتيكو دو مدريد منتصر على دورتموند بواحد 1-0. اذا دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر قلب السيمان. كيف ما ذكرت اجواء ليليه مثيره، كل شيء كيتفرج في هذا الماتش الكبير، كل شيء داخل المقهى كيتابع هذه القمة الكروية الكبيرة ما بين باريس سان جيرمان وبرشلونة عن دور ربع عصبة أبطال أوروبا. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، والمشهد أمامكم كيف ما ذكرت، كل يتابع هذا القمة الكروية. شوفوا المقاهي، فمقاهي بلان، كل شيء عامر، تلقاش كرسي ديالك. صورة أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، قمة كروية كبيرة وكبيرة. شوفوا المقاهي، مقاهي المدينة كلها مملوءة عن آخرها، والكل يتابع هذا القمة الكروية ما بين برشلونة وباريس سان جيرمان. شوفوا معي المقاهي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. اذا هكذا هي الاجواء مشاهدي قناه شوف تي في، مقاهي المدينه عامره وكل شيء كيتفرج في الماتش ديال باريس سان جيرمان وبرشلونه. امسيه سعيده، عيد مبارك سعيد، الى اللقاء مشاهدينا الكرام.